وحط جبنه دوره واشوحها، مكعب الماجي، عندك مرق لحم استعملي مرق لحم او دجاج موجود بالموجود، هذا الموجود عندي. الدرة راح اشوحها كمان، كلياتهم راح اشوحهم مع بعضه بالزيت مع التبلة. هلا راح احط كمون. صبايا هي البهارات الصينية تباع جاهزة. هلا بدي احط معلقة صويا، وحدة نفس الصويا اللي استعملته لهون لهذا اللي فرجيتكم اياه هلا قبل بشوي. بحط معلقة، باخذ رز لونه بني وفعلا طعمه مميز. بدي احط معلقة سكر صغيرة، تقليتين ثلاثة مع هالدسم اللي هو الزيت مع هالخضار ليكتسب اللمعة وتشميع على الرزة مشان ما ينخبص معنا، لأنه إذا اختل توازن الماء لمقدار طبخ الرز راح الرز ما يتفلفل معنا وما يتفرفد. بقى وقت بقلبه مع هالدسم راح ياخذ دسم يكتسب لمعة الرز ويتفل. نحط الماء صبايا، شوفي شلون رأسا غلى لأنه المي كانت عم تغلي. بدي أحركه للرز مشان ياخد تجانس، وداعا لتحريك الرز مثل رز السن وايت. ممنوع تحريكه، بدنا ناخد فلفلة وممنوع تحريكه. بدنا نتابع اول 5 دقايق لا تغطي الطنجرة مشان ما يفور. مسكوب صبايا بهالشكل لسه في رطوبة، معناتها اننا نتابع الاستواء بحيث نطب المعلقة ونعمل بهالشكل ما يعلق عليها اي سائل. تابع اختبار نضج الرز وبنفس العملية بشكل شاقولي. خلص صبايا اخذنا المطلوب، ما بدنا اجتني الضحكة لانه دي يقولوا البعض مدام طيب بلا فزلكة ونكهة عربية. لا، بدي احط بصمة النكهة العربية لو الاكلة ما العربية. هالمعلقة الصغيرة لو تشموا ريحتها السمن العربي الاصيل بياخد العقل، شقفة صغيرة بيعطي لمعة وريحة وطعم ولا اطيب. بدي ادحرج بهالشكل كتير صغيرة المعلقة واغطي الرز 5 دقايق بتفتح الرز اكتر وتاخد لمعة والشكل بياخد العقل. بتحبي تشوحيها بزيت انتي حرة، بتحبي بدأ نزين. سكبنا هذا الرز نتركه 5 دقايق مشان ياخد شكل القالب، والباقي رح نحتفظ فيه. حنشوف الهرهرة بهالشكل، شوفي شلون كل رزة لحالة. شربت الصوص كله، فعلا ولا أطيب. الصبايا عادة بحمص كاجو وبخلطة تعطيها طعم مميز.
راح اقلبه بهالشكل. ما تشيلي فورا، عادة بتركه شي 5 دقايق، هالمرة ما تركته لنشوف بده يتم قالب. تمام. مزين حاله بحاله، تقدري بهالشكل. اخذنا طبق من جروب مطبخ دلال حناوي المبتدئات والنواعم خطوه بخطوه، واهلا وسهلا فيكي صبيه. ان حبيتي تتابعيني كبسي على زر الاشتراك المربع الاحمر، رح يوصلك كل جديد. فعلا طعم مميز، بعض اللمسات صدقيني هي اللي بسميها النفس الاطيب. واي اكله بتعرفيها ممكن تضيفي ذوقك الشخصي لتاخدي طعم. الصبايا عاده بحمص كاجو وبخلطه تعطيها طعم مميز.